ميزانية التسويق لشخص مبتدئ بتوصل لكام دولار في الدروب شيبنج حسب السوق اللي انت هتشتغل فيه وحسب النيتش والمنافسة بتاعتك؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا هعمل دروب شيبنج على منتج رخيص، حاجة زي كده مثلا انا بعمل عليها دروب شيبنج وسعرها رخيص، اكيد هلاقي الـ يعني ممكن اعمل لها تيست بخمسة دولار في اليوم حتى لو داخل الولايات المتحدة الامريكية. لكن لما لو تخيل لو انت بتبيع منتج غالي، يعني في فترة من الفترات أنا اشتغلت في تقريبا في حوالي 2017 حاجة زي كده، بس بصراحة اشتغلته على الإي باي. كنت ببيع يا جماعة ترابيزات التدليك، الترابيزة اللي هي بيتم عليها المساج، كنت بعملها ببيعها على موقع إي باي، وكنت بجيبها جملة من علي إكسبريس في 2017. طبعا هنا كانت مجانا لان انا على موقع ما بدفعش ميزانيه للترافيك، بس موقع زي او حاجه زي دي جربت اعملها على شوبيفاي بس ما نجحتش معايا، لان بصراحه كانت لان الاستهداف بتاعها برضو صعب. كنت ببدا استهدف من زمان بقى في الفيسبوك اصحاب الفيلل مش عارفه ايه، اللي هو ممكن يبقى عاوز ترابيزه مساج في الفيلا بتاعته، لكن ما كانش بيجيب معايا بصراحه نتائج بشكل كويس. عموما الميزانيه بتاعتك بتختلف من اول 5 دولار في اليوم، 10 دولار في اليوم، 15000 دولار في اليوم، 15 دولار مش 1000 في الاول، لحد ما تلاقي المنتج المربح واللي بيكسب وبدات تجيب اوردرات، بتبدا ان انت تضاعف الموضوع وبتبدا تشتغل على الاودينس بتاعك.